بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا، خلونا نتفق على أمر مهم، بأن هناك مصطلحات وأيضا هناك علماء وأيضا هناك مجموعة من الأبحاث، ولكن في هذه اللحظة لابد أن نؤكد على أهمية الأجيال. شلون؟ هناك مؤسسين كان في لحظتهم جيل والآن جيل، وأيضا في المستقبل جيل آخر، يعني نقدر نقول بأن أهمية الأجيال دائما تبدأ من جيل المؤسسين، وهذا دورنا إحنا إن شلون نوثق هذا الجيل. هم الأشخاص الذين وضعوا على عاتقهم حمل الأمانة والمسؤولية اتجاه الأحكام الشرعية والأصول الفقهية الإسلامية، وهذا يعكس المسؤولية الأساسية للموسوعة الفقهية الكويتية. فكانت حريصة دائما على تأكيد من هم المؤسسين ودور الأجيال إن شاء الله في تنمية هذه الموسوعة الفقهية الكويتية. الله الله ما لنا مولى سوى الله، الله ما لنا مولى سوى الله. أول أمين عام للموسوعة الفقهية كان فضيلة الشيخ مصطفى الزرق، الذي ينسب إليه الفضل الكبير في وضع خطة كتابة الموسوعة الفقهية. ما أعظم ذلك الجهد الذي نرى أثره جيلا بعد جيل. احنا اليوم نتكلم عن الجيل الثالث والرابع من الأجيال التي تخرجت على وراءة هذه الموسوعة الفقهية، استفاد منها الآباء ويستفيد منها الأبناء وسيستفيد منها الأحفاد إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. فعلا شكر لن نوفيهم حقهم لمن قام على هذه الموسوعة، شكر بحجم السماء، شكر بحجم كل ما يقدم من ثناء عاطر وجزيل لمن بادر ابتداء من الفكرة مرورا بإنضاج الثمرة وانتهاءا بأن خرجت مرجعا للعلماء والجامعات الإسلامية. فنقول هذا الثمار وهذا الإنتاج هو من ثمرة وعطاء أولئك المبادرين، فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم الأجر. وهذه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عاجل بشرى المؤمن، لكن البشرى الحقيقية هي لهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم من حملوا الأمانة في إنشاء وتأسيس هذه الموسوعة الضخمة اللي هي الموسوعة الفقهية. ذلك أن يعني حمل الأمانة وكذلك تحمل الأمانة يعني من الأمور التي عجزت عنها السماوات والأرض، لذلك الله سبحانه وتعالى قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهؤلاء المؤسسون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الميت منهم وأن يحفظ ويوفق من كان على قيد الحياة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، لأن إحنا كطلبة علم يعني استفدنا استفادة كبيرة من هذه الموسوعة، في سواء أثناء دراستنا للبكالوريوس في كلية الشريعة في جامعة الكويت، أو عندما يعني أكملنا دراستنا العليا خارج دولة الكويت عندما درسنا الماجستير وكذلك درسنا الدكتوراه، كانت عندنا مراجع كثيرة. ولكن أهم هذه المراجع، بل هي صلب هذه المراجع، هذه الموسوعة التي هي تعتبر فخر لهذا البلد الحبيب المعطاء دولة الكويت. وأيضا الشكر الموصول بأجمل العبارات وأخصرها وإن كان الكلام لا يسع، لأن لو مدحناهم ولو قلنا بهم لهم أولى من ذلك، وهذا عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. فكيف في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالذين قاموا بهذه الفكرة مأجورون، والذين عملوا مأجورون، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها. الإنسان الذي
فتح هذا المجال وفتح هذا الباب، كم من الحسنات تنهل عليه وتكب عليه انكبابا. ولذلك إذا صحت النيات أتت الهبات من رب البريات سبحانه وتعالى. هذه النية الذين وفق الله جل وعلا هؤلاء الرجال الذين قاموا على أكمل وجه، فلنا منا وللأمة الإسلامية قاطبة جزيل الشكر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال جزاك الله خيرا فقد بالغ في الثناء. فنقول لهم: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. صراحة في هذا الوقت وفي هذا العصر اللي صدرت فيه هذه الموسوعة ووجدنا ثمراتها وأثرها العظيم، لا يسعنا إلا أن نشكر القائمين والبادئين من بدأوا في هذا العمل، مثل ما قال الإمام مالك، مثل ما قال صاحب الألفية حينما ألف ألفية بالنحو، لكنه ما نسى الأوائل، فقال: وهو بسبق حائزا تفضيلا مستوجبا ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. فدائما الأولين والسابقين يكون لهم فضل عظيم. وكما قال الله عز وجل في الكتاب: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أول من كان أمين عام على هذه الموسوعة هو الدكتور مصطفى الزرقة، ثم بعد ذلك الدكتور محمد متولي عبد الباسط، ثم بعد ذلك الدكتور عبد الستار أبو غدة. هؤلاء الثلاثة توالوا على أن يكونوا أمناء عامين للموسوعة الفقهية التي كان لها الثمر العظيم في هذا الوقت. الشيخ بن عثيمين رحمه الله مع جلالة قدره وعلمه إلا كان يقول يتمنى أن يكون له عمل مثل رياض الصالحين، مثل كتاب الإمام النووي، فينتشر وينتشر بين الناس. وفي إدارة المشاريع تسأل دائما عن الحجم البشري وعن المدة الزمنية، فإذا رأينا أن الموسوعة الفقهية استمرت عشرات السنين ورأينا أن الذي قام عليها مئات الباحثين وتعاقبت عليها ثلاثة أو أربعة أجيال، فتعرف أن ثلاثة أجيال تقريبا، فتعرف أن هذا العمل فعلا عمل مضني، لكن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله. وأنا ألفت الانتباه في هذا الشأن إلى أن ثقافتنا الإسلامية دائما تخفي الجهود ابتغاء الأجر من الله جل وعلا لملمح الإخلاص. لذلك لما تقلب في صفحات الموسوعة الفقهية لا تجد أسماء فلان وفلان وفلان، لا، تجد الموسوعة الفقهية الكويتية بدون أي أسماء للباحثين، وكأنها رسالة من أولئك الذين بحثوا وتعبوا وأضناهم البحث العلمي، رسالتهم أنهم يبتغون في ذلك وجه الله جل وعلا، وكأن دعواهم: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا رجال بذلوا أوقاتهم وكذلك صحتهم وكذلك مجهودهم في إخراج هذه الموسوعة التي ستغني كل طالب علم وستسهل على كل طالب علم وكل طالبة علم لمعرفة المسائل الفقهية، حيث أن تعريف الفقه الإسلامي هو معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فكيف نعرف الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية بالتفصيل؟ من خلال هذه الموسوعة الضخمة، الموسوعة الفقهية. فحقيقة في مجال العلم الواحد المفروض ما يستكثر شيء بالعلم. الإمام أحمد بن حنبل لما مات أبوه ورث 100,000 دينار، فأخذتهم 100,000 وجعلتهم في تدريس الإمام أحمد، حتى خرج الإمام أحمد يباهي العلم ورأس من رؤوس العلم بسبب هذه المرأة الصالحة. فكثير من الناس في الأعمال في الموسوعة الفقهية بحقيقة ما نعلمهم ولا يمكن نذكرهم، لكن الله يذكرهم. لما قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: من مات سأل في المعركة؟ قالوا: فلان وفلان. فعدوا له رجال عرف بعضهم وما عرف بعض، فقال: وما يضرهم إذا لم يعرفهم عمر ما دام الله يعرفهم.
مشاهدينا الكرام، احنا اكدنا على اهميه المؤسسين، وهذا فخر لنا احنا بنقدمهم بهذه الصوره وبهذا الشكل، لانهم لهم دور كبير في ثقافتنا وتنميه معارفنا تجاه الاحكام الشرعيه وايضا اصول الفقه الاسلامي. نقدر نقول بان الموسوعه الفقهيه الكويتيه اثرها واضح على نفوس العلماء وايضا الباحثين في العالم الاسلامي، لانها جمعت الاربع مذاهب في كتاب واحد، فبعثت الراحه والطمأنينة لكل مجتهد وقارئ يحرص على الاستفادة من الأحكام الشرعية في العالم الإسلامي.